أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 11,208 شهداء ونحو 29,500 جريح. وقالت الوزارة إن من بين الشهداء 4,506 أطفال و 3,027 سيدة و 678 مسنا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2,700 مواطن بينهم أكثر من 1,500 طفل، ويشكلون ما نسبته 74% من الشهداء.